اسهل طريقه هوريها لك دلوقتي. معلقه صغيره من الزيت الذره، هذه معلقه زيت، واحد عدد بيضه. هقوم حاطط عندي رشه ملح بسيطه جدا، هذه رشه الملح، معلقه صغيره خل، شويه فانيليا صغيره، شويه ماء زهر او ماء ورد، ماشي. وبعد كده سنه بسيطه جدا من البيكنج باودر، طرف معلقه، عندي ربع كوبايه من النشا، نقوم مشغلين عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخبار واصله ولا ايه؟ ايوه. نقوم حاطين عندنا الميه وعجننا. بص، عجينه عاديه جدا بنعجنها، وبعد ما تتعجن معايا بقوم حاططها بفردها زي اللازانيا بالظبط، وبعد كده بنلفها فين؟ بشوكه. حط شويه ميه كمان. بنعجن عندي الدبله قدام حضرتك اهيت. بوريكي بس الفكره بتاعتها. شويه دقيقه بقى بحلو النبي. بوله صغيره كده. هذه العجينه بتاعتنا ما شاء الله بدات تلم 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 اهيت، والعجينه بدات وتاخد ايه الزيادات كلها اللي في العجان، وظبطت معايا تمام التمام. ماشي. الباشا ديت نقوم حاطينها هنا. نقوم ايه واخدينها. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. ونجيب عندنا الدقيق. بعد كده نقوم جايبين عندنا السكينه بتاعتنا ونقسمها زي ما حضراتكم كده شايفين. تمام. انا بوريك الفكره عشان اسف مش هيبقى في وقت عندي. لازم العجينه دي ترتاح الاول. حلو. لازم ترتاح. نقوم جايب عندي المكنه. طبعا لما ترتاح الموضوع هيبقى مختلف تماما، ولكن انا بوريك الفكره. ونبدا ان احنا نفردها زي ما حضرتك كده شايفه. كل شويه نضيق. بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. حط عندي شويه دقيق تمام كمان. ونضيق. ونفرد اهو قدام حضراتكم اهو. نحط دي. بعد ما نفردها يعني طبعا العجينه هتتقطع، ده طبيعي لان لسه ما ارتحتش. بوريك الفكره مش اكتر، عشان هو للاسف الوقت بتاعنا احنا وقتنا خلص. الفكره بتاعتها بتاعت الدبله ديت اللي انت بتاخديها وتحطيها عندك فين؟ في الشوكه. بس بعد ما ايه؟ بعد ما تلفيها كويس جدا وتبرديها. انا هنعمل لكم حلقه والله كامله عنها تاني، ولكن هو الوقت للاسف مش هيسمح ان انا اكمل لكم الكلام ده. هي الفكره بتاعتها اللي انت بتاخديها كده، تاخدي الطرف بتاعها وتحطها في شوكه. تمام. ونبدا نلف واحنا حاطينها في الزيت كده اهي. نبدا نلف واحنا حاطينها في الزيت، نلف نلف ونقوم حاطين الزياده ديت حاطينها تحت ونقوم ضاغطين عليها كده. هي دي فكرة الدبلة الليبي بتاعتنا، لكن هعمل لك حلقة كاملة عليها وده وعد. بص، بتقوم شايلها كده اهي قدام حضرتك اهي، شايفة المنظر؟ فبتطلع عندك عم حمدي بالشكل اللي انت شايفه ده بقى، بعد ما تاخد اللون الذهبي الفاتح اهو. دي تحط في شربات بعد ما تطلع من الفرن، تحط في شربات وبعد كده بتقوم واخدة عندك سمسم من فوق تتقدم بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. تعمل اصغر من كده
يعني هعمل لكم حلقة كاملة عنها، ممكن يطلع منها أفكار كتير جدا، لكن بس إيه اللي الوقت ضغطنا فللأسف مش هقدر أكملها. لازم العجينة دي ترتاح وبعد كده بنبدأ نفردها، بناخدها على الشوكة ونبدأ اللي احنا نلفها فين؟ في الزيت.